Je suis en compagnie de Madame Lamia, de Monsieur le Président. J'ai un micro ouvert. Ahmed, c'est le tien. Ah, probablement, excuse-moi. Deux minutes, s'il te plaît. Voilà. اليوم بون قلنا لكم المعارضه بدات الكف هذه اللي شاركت في الانتخابات بصفه مباشره ولا الجماعه اللي شاركوا من تحت الطابله فصلوها لكم يعني على كل حاجه قال لكم حراك با حراك سلميتنا اقوى من رصاصهم لا فلان اي اراندي كاع واش صرا كاع التضحيات نتاع الشعب كاع هاد لي مارش اللي صراو قاع هاد الناس اللي دخلت للحبس دوبل زيرو نتيجة دوبل زيرو ويحيى قال لكم مش لازم علينا ناكلوا الياورت هذا جاء قال لكم ما تاكلوش الياورت لانترديكسيون تاع استيراد المواد الأولية اللي يخدموا بهم لزوزين الصغار نتاع الياورت والفرماج قال لك ما يمبورتيوهاش صاي هذا جا قال لكم ما تاكلوش خلاص كريم دونك يظهر لي رفعت كل الشكوك والظنون اي واحد كان يشك ولا كان يظن باللي الحراك جاب حاجه نورمالمون فهم الحراك ما جاب والو كان قادر يجيب حوايج بزاف ما جاب والو علاه باسكو الناس اللي تصدرت الحراك خرطي والناس اللي سمعناها الحراك خرطي ملكي ما يقول التيتر تاع اليوم كل واحد يلعب في النيفو تاعو سيتو دونك ماذا بهم الناس اللي يقولوا لك اتحدوا ولا احنا نتحدوا بالنيفوات هاد الناس ما عندهاش النيفو تاعنا ما تتحدش معنا ما نتحدوش معاها هاد الناس حنا جون بريفير نكرازيوهم لانه هاد الناس سبب التخلف وسبب خساره اي ثوره تنوض هما هاد الناس هادو حي الله الاحرار وسلميتنا اقوى من رصاصهم فك هدركم على الياورت والفرماج ما ديروش دي ريبريزونطون دوك يعودوا يشريوكم كيما نتوما طابو بوشاشي يعودوا يشريوكم بباطا فاشكيري على بالك شمن تاع باطا فاشكيري لا فاشكي سوري لا فاشكي بلار بامبارت لم يقل تكتش الشعب هذا راح يفيق ونهار يفيق يلتحق بالسيران جدي ان شاء الله سصرا با تروتار باسكو لي برسك تروتار علاش نقول لي برسك تروتار وفات كل يوم يفوت وما يتنظمش الشعب حول قيادة سياسية كل يوم النظام هذا يقطع أشواط كبيرة في قمع الشعب وفي قتل كل روح مقاومة في الشعب الجزائري حتى المقاومة من في الخارج من الناس بدأت تكره يشوفوا أغوش يشوفوا أدروات يقول لك البارح كنا في بلاصة لا ريبوبليك ومعمرينها دركا كل واحد يجبد من جهته هادو اسمهم ريبوست هادو اسمهم توب توب هادو اسمهم كرادوب هادو اسمهم جون سي با كوا قاعدين يتفرجوا دونك يا با ديسو النظام ريوسي النظام نجح في المرحلة الأولى أنه حول الحراك نجح في المرحلة الثانية أنه كسر العزيمة تاع الناس للنضال يعني لو ميليتانتيزم إلى كاسي لونفي دو ميليتي بور لالجيري قاتلوا مرحلة واحدة يجوزها سي كيولي الانسان الجزائري ما يمنش بحاجه اسمها الجزائري يمن بنفسه هو كيفاه يطير خبزته هو والله كيفاه يقلع منها ويقول لك يعطيها الخلا ان شاء الله تخلا ان شاء الله تنحرق هذه على ليطاب الخامجة خلاص سي كشاب يعود يتمنى الخلا لبلاده اي سي غراف لانتيخوفسكي غراف سكي ايريكوبيرابل ça sera une mentalité d'autodestruction. Les gens qui ont les produits alimentaires, ils créent des crises, ils créent, c'est une manière qui m'a dit l'imam le Kbir ou Yahya,
قال لكم جوا كلبك يتبعك. نورمالمون تقولوا قال سيدنا أو يحيى وقال سيدنا سلال وقال سيدنا كذا وكذا، هذو مقولات ثانية، مقولات، مقولات جسدت في الميدان. واحد الوقت ديناها ضحك، واش كان يقول شاد لي كنا مدينو ضحك، لكن جسد في الميدان. وفات يقول لك حاجة تضحك على روحك القرد، حتى تلقاها تطبق عليك انت بعد. دونك لا سيتوياسيون اي هنا ليكسبلوزيون سوسيال جايه جايه، مي سا سرا اون اكسبلوزيون سوسيال ان سيرفيرا ابسولومون اريان. اللهم اذا تو لي سانديكا خرجوا مع بعض ريفونديكاو نفس الشيء، ربما من الناحيه الاقتصاديه النظام هذا يرفع عليكم الضغط ويرفع عليكم كما نقول لهم انايا وسائل الاستعباد. هذه هي هذا السوسيال سكيل بو فير اونيكمون سيك النظام هذا اي سورا فيز ويخلي المواد الاوليه تدخل اي ريغول ليكونومي اوترومون. لكن هاد الناس انا نقول لكم يعني لازم مهبط رجل واحد تباليهم تنحيهم كاريما. بصح المشكلة عندنا مشكل كبير، لأنه في الشرائح السياسية في الجزائر عندنا شرائح خامجة بزاف، منهم الإسلاميين اللي هما الخماج نتاع السياسة، زيد لحق لهم الانتهازيين الآخرين لي زونسيان. وكي نقول الإسلاميين بالسلفية بالإخوانيين بكل كيما راهم، سي لا بير اسباس داير أي دولة فيها التيار هذا ما تشوفش الضوء، ما تشوفش الضوء. دونك هنا ثاني كاين اشكال كبير، كاين موديل دو بي نروحوا ليه، لازمنا ان موديل ديكتاتوريال. ما تلعبوها الشعب نتاعنا موش بري باش يدير الديمقراطيه كيما تاع الشعب في الخارج هنا، هذه ثاني محال، هذه كذبه، هذه كذبه. باه تبني مصير بلاد سياسي امه على واحد البارح فوطا بوطبون ما يعرفش تاسمه، ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'applique pas des process et des concepts politiques à une société complètement ignorante. À 90% ignorante. Destructrice envers elle-même. مدمره لنفسها. مدمره لنفسها. كما جاوش ignorant. ما يقبلوش هذا الضغط وهذا الدل كامل. خلينا برك انا لاباس، انا الحمد لله، تسلك برك، مولاها ربي، هذا كتبتنا، هذا مكتوبنا. الناس اللي يمشيوا بالمنطقه هذا ما تفرح لهمش.